كنت أتمنى أن أقتلك الآن، ولكن أوامر الأمير يريدك حيا. لا بأس، سأطلب أن أنفذ فيك القصاص كما نفذته في صاحبك طلحة. خيانتك الأولى لا زالت عالقة في عنقي، وخيانتك الثانية قتلت الشيخ حمزة. الآن حان القصاص. أما عمر فسأهتم أنا بأمره، سأخذه بنفسي. وصلت انت قاتل الجماعة اطمئن عمك. انا لازم اربط لك الجرح، اديني شالك. Shit.